اي اي اجري اجري مش تبكي اجري اجري الله يبارك فيك اجري 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 والله عندك لياقه عندك كونديسيون شنو لياقه بدنيه خرق العاده والله شيء لا شويه شويه القصر 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 هو اللي خلاني هكا لو كان زادوني اربع اصبع الله غالب فيه البركه يزي هكا الحمد لله اما اكل كسوه مشات برا مشات والله نقلقش نقلقش هما نقلقش سالت عم يوسف نعرف اللي خرجنا للبحر ايه قلت وانا على البالي بي عندك قذا كسوه جديده والله عرفت هذه هي اللعبه اللي باش تلعبوها انا بسمع كسوه جديده وين قلت لك عرفت هكا جاي للبحر وهكا وبحر قال لي فما قال لي تو نخرج بالجديد للبحر تو انت بعقلك ولا بلاش هو بالحق هو صفيقسي ايه بالفعل ايه مش معناتها الشماجه معناتها اللي كل مقال من مقال معناتها البحر وتحبلو لبسته وتحبلو تمرميدو اكيد بالله هو هذا تو علاش ناخذوها نقراوهاش قراءه اخرى هذا كيسمى ترشيد استهلاك هكا ولا لا حسن تصرف حسن التصرف مش هكا نعم. حسن التصرف مشوم هو مذموم حسن التصرف ممدوح مش هكا اللي بس الباي وقتاش كنا ناخذوه في العيد في الاعياد في الاعياد ايه يقول لك مثلا وقت اللي نحي مزانك ولبس مشانك ونحي مشانك ولبس مزانك ما هو هكا ولا لا هكا صابر ندير شوي اي سيدي اش مازال عامل عبد العزيز انا هذه ما فهمتهاش انا هذه هذه لعبه سمحه ياسر هذه لازم بالطبيعه مع تسريب الكدا باش هذه فيها هندسه هذه كعبه تفاح صغيره هذه كعبه تفاح صغيره ونعملوا فيها مسمار وهذه قلب مشمش قلب مشمش قلب المشمش نحكوه على القاعه من هنا ومن هنا حتى يتنقب تو قلب المشمش سامحني مش العاده زاد نلعبوا بيه نعملوها زفاره نعملوها بالزفاره صح يعني استغلال كل الموجود اي حاجه تستنبط منها تخرج منها لعبتك اي حاجه المهم يكون عندك مخ وهذا يخدم المخ هذا عمل بالمثال الفرنساوي ريان نو سوبر تو سو ترانسفورم بارك الله هكا هو وهوني يعملوها كذلك باش يعملوا فيها المخرج هذا الباب هذا باش تخرج منه الفتله ونعملوا الفتله وتولي تجبد انت تجبد الفتله تتلف هي كي البكره بالضبط كي البكره نعم انت تجبد هكا وهذه الدور تولي وترجع تلف روحها بروحها كيفاش اون برانسيب اما هذه ربما ما ترجعش هو هي في الواقع هي ترجع تلف روحها هو الجو الكبير اللي فيها هذه كعيبه التفاحه صغيره تقعد الدور وتولي الدور وهي تمشي تولي الدور وهي تمشي تجبد وهي الدور فيها المهم كيما قلت لك هو مخ استنباط استنباط شوف على تو وقت المشماش معناتها والله ما فيها بس تو حتى من حتى البو قاعد هو صغارو يتذكر اياماته وهو قاعدين يشد كعيبه مشماش يرجعها صفاره يلعب معاها اللعبه هذه ما تكلف حتى شيء والصغيرات خاصه في العمر نتاع السن قداش عم يوسف لا بتاع صغار هذوما صغار صغار سبع سنين ست سنين هكاك حبيت نقول لك ما نلزمناش اللعب هذه على بساطتها ما ننظرولهاش على انه نتاع فولكلور ونتاع الناس قبل نتاع كذا لا انا بودي ميدان هذا يعتنيه به المختصين خصوصا في علم نفس الطفل ومعنا الدكتور نتصور انه يقول لنا انعكاسات وان كان يقراوا طبام ويقراوا كل شيء ما فيه عندي فكره يقولون الانعكاسات الايجابيه مثل هالالعاب هذه وهل في استطاعتنا باش نعاودوا نحييوها نرجعوا للكره نرجعوا للكره كره وما ادراكم ما الكره هذه شنو هذه هذه كره قبل ما كناش عندنا كره قبل الباسي والبو اي راكم يتسموا شكون شكون لا بل القلاصت لا مش نقول لك انا حاجه يا سي عبد هذه انت ريت الدوره اي هذه بكل تو نكمل البسكله هيك البسكله بعد ما وفيت الشومبر اير نقصصوه او كالدور نعملوها في العجله نمشيو به والشومبر اير نعملوه كوره عندي عبد العزيز يكمل يشرح لك سيدي هذا الشومبر اير هو مزود هو اي في ديمونسيون يتقص قدام قدام يسيور كيف ما تو مثلا ناخذ السير هذا ها ونعملوا برشا سيور فوق بعضهم فوق بعضهم وتولينا كرة هذه بالشومبرير ولا ايضا بتجيب القلاصت كرة القلاصت القلاصت كي تطيش وتقطع يكلفتوها هكا وتولي كرة زادة كرة الشوالق قبل هيك البنات في العمر 16 و17 سنة يخدموا تريكوات بزوزة باري ويخدموا لنا كرة كرة معناتها حاجة هكا روند ونحشوها بالشوالق ونسكروها وتولي كرة وبعد جاء الكوتشو ولينا هذا وبعد جاء وهذيك يلعبوا بها المعقاف
كورتي مع جاف مع جاف اي اي. وانا اتذكر سعد عزيز مره نقرا في وثيقه تاريخيه قديمه ترجع للقرن التاسع عشر، وكانوا في يلعبوا يعملوا في مقابله نتاع لعبه مع جاف. ما هو عندهم هيك العصا المعقوفه هكايا كيما اللقاح هاو، كيف ضرب بالكوره ضرب كعبه صاحبه كعبه يضرب بالكوره. هي مش صارت وثيقه تاريخيه لانه مشاو للعدول يشكي بيه، مش يشكي بيه، يقدم القضيه عن طريق قضيه رسميه. يا راجل ساقط بلطت اي العفريت العفريت خليه اخر حاجه. انت الزربوط اي اي سيدي اوه لعبه خطوطيه عاد، هذه لعبه سمحه يا سيدي والله لعبه سمحه هذه. عم يوسف هذا الزرب كلمة زربوط ترجع للأمازيغ. أيوة كلمة أمازيغية زربوطة الزربوط. نعم، وكان يصنعوها نجارة الزبوس، وكلمة زبوج أمازيغية أيضا. أيوة أي نعم زربوط. شكون في صغره ما لعبش الزربوط؟ ما سماش ما نصور ولا ويقول لك فلان. أي احنا مو كي حكيت الدجاجة ساعات يشبوا بها فلان، يقول لك فلان كالسردوك نافخ ريشه ولا عنده رمزية، يقول لك إنسان كالحاطوطية ولا مخلينه مع بعضه اصحابه مخلينه كالحاطوطيه. أيه. الحاطوطيه هي الزربوط القديم. أيوة الصغير اللي يضربوا. أيوة. عليه الزرابط. أيوة. الاخرين. أيوة. شكون يقرب له شكون يضربه هكا ولا. اي نعم. وهذا وقع تشبيه حتى على الانسان كي يبداوا يدوروا فيه يتلمدوا ثلاثه اربعه. أيه. وكل واحد ينقروا مشيره. صحيح. وكل واحد يقول له كلمه. أيه. مشيره يولي يقول لك انسان او فلان خليني كالحاطوطيه. البهيم القصير الناس كل تركب عليه هكا. أيوة. ولا هونيه دعوه باش الانسان ما يكونش ذليل. صحيح. يكون عنده عزه نفس حقير، ما يكونش حقير، يهينش روحه، يكون عنده أنفة وعنده عزة نفس. صحيح. الزربوط كما قلت لك هذه يصنعوها نجارة الزبوس وصناعة سمحة ياسر، وكما قلت لك الكلمة هذه ترجع أمازيغية. لا والله مازال يصنعوهم. عندنا الزربوط وعندنا النحلة. نحلة. 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 كل كلمة تقولها تخلي الواحد يسرح من غير ما يشوف، لأن ترجعك لصغرك ومحلى الصغر. والله محلى ليت الشبابة يعود يوما فأحضروا بما فعل المشيب. أنتم الليلة رجعتوا والله نصور. لا والله نفرج فيكم. أيه. رجعتوا لشبابكم ورجعتوا لصغركم. ليت تصور شي هيك اللعبة اللي عملناها. أنا ربما على الأول قلت لك شي توا يقولوا لك هالشي الخفة هذه الخفيف هذه هيك الطريحة نتاع البحر. أي عملنا طريحة بالضريع. شريط اي هم ياسر ناس كبار بالفعل. ترهدناش وقتها ما غرقناش احنا. لا لا بس الحمد لله مقعوام انت ما شاء الله باش تروح. شكون اللي جاب الشتاكه؟ اللي جاب الشتاكه؟ ايه نحكي لك الحكايه. شكون اللي جاب الشتاكه؟ اللي بالكاميرات خلى البحر بالشتاكه. اما من غير قناص اوكي خليتنا للفضح ريتشي ادخل زيد ادخل للفضح. اول مره نشوف انا واحد في البحر داخل بالشتاكه. اي نعم ساقوا حتى للركبه. وجاب ربي الشتاكه طفت طفت جاب ربي الحمد لله. مش شلاكته شلاكت الراجل تسلم خلي ساكت. اين نرجع للزربوط والنحله؟ ماذا عندنا الزربوط وعندنا النحله؟ اي عندنا يسميوها والحطوطيه والقيم. النحله النحله صغيره زويده وتنحل يقول لك تنحل لي صغيره والدور ياسر وثم القيم وفيها اللعبه سمحة ياسر. اول حاجه هي الحكمه، الحكمه في تدوير الخيط هذا يكون مكبوس بطريقه معينه. اي تي حتى عاد ما هو زرابط اخر وقت. والله زرابط اخر والله الدورات ليش بدي زرابط خير من زرابطنا سي بروبوزي وتكون متقنه قلت لك زرابطكم خير من زرابطنا. لا لا زرابطنا خليها كان متقن. اه يا سيدي بالفعل صحيح بالفعل. انا نقصي على راهو كانت الناس في اي صناعه كانت عندهم شرف مهنه، عنده شرف ما يلعبش به حتى في صناعه الزربوط. والله لو كان يبدا فيهاش شرف مهنه هذاك كل حد يخدم ضمير. الحرفيين كانوا وقت يخدموا حاجه يتقنوها. يخدموها بامور كانما كل قطعه ليلهم واش بيبيعها. اي نعم. واحنا المثال المعروف قريناه في كتاب القراءه في مكتب الليل، نحن اصحاب الحرف حرفه. اي ليس يغنينا الشرف، مش حتى انا ولد الشرفي ولا ولد بعتور من 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 حرفتي هي اللي حرفتي نتقنها ونخدمها. ولد القارة زاد ولد الشرفي وبعتور وقارة القارة باهي الله يبارك خليها بالملح. اما هذه بالفعل انا نعتبرها هذه كيما هكا القسم اللي نتاع شرف المهنه القسم اللي يقسموها الطبقاء والعميل من حقه حتى اصحاب الحرف يعملوا هالقصيده هذه ويخليوها شعار شعار شعار. اي نعم توا لفيتوا الزربوط لفيتوا الزربوط ورينا كيفاش تشد هكا. ايوا شك. ايوا وعندك الهدف نتاعك اللي عندك اللي عندك كيما هكا
ما نعرفش حد يدير بالك شنو ما يطوعنيش او كان حذرت اذا كان مشاو مش مني انا مش من يديا انتم بدينا هذا شنو تبقى تسبقت انا سبقت من عاد بسم الله بسم الله بسم الله ايش بد الحل تاكل نحله اه يا عم يوسف هذه سمحه هذه لا والله قديت روحي بهياش مازلنا احنا في العفريته لا لا كان تسمح خلي العفريت ثم لعته هذه واللعب اللي ريناهم اغلبهم يستدعيوا معناتها اله ولا اداه نتاع لعب ها اي لا ثم اللعب كان بصحة البدن تدخل كان بصحة البدن عركه لا لا مش عركه لا ثم عندهم عندهم صراع القريش صراع اي صراع والبوكس كان صراع اي والبوكس صراع شكون يطيح صح اي نعم صراع وكانت عندهم العاب تاع هزان الميت وتاع المصارعه اي نعم قديمه جدا اما هذه اللعبه كانوا يلعبوها نحكيوا على اللعب الصغار توك الاطفال لعبه يقولوا لها اش فوقك السماء اش تحتك حب الكركب تقول له اهبط يا صاحبي خلينا نركب اي اما يسمى الزوز قدعان قدعان انت انت هكا شباب مشكله يا سلي مشيش اي بيش القديعة هذا لا سمح هذا سمح هذا اي سيدي تعطيهم ظهوراتكم لبعضكم لا ظهوراتكم لبعضكم هكا ايوه وتشكوا إيديكم هكا أي واحد تشكوا إيديكم مرة هو يقيمك ومرة أنت يقيمه قيمه هو شو يقول عاد شو يقول هو حتى يقيمك هكا هو ماشي طبس قيمك أنا أقبل طبس طبس كأنك في الركوع قل له إيش فوقك قل له إيش فوقك قل له لا أنت قل له إيش فوقك قل له السماء قل له السماء كيفاش يا سليم مكر محب الجابط انا يا سليم انت ما قدكش حق محب الكركم انت رزين يا بقى انا رزين رزين خليك احنا البقعة باية البقعة باية يا سليم هو شي قلش فوقك ونقول له حب الكركم هو السماء السماء وش تحتك وانا اقول وش تحتك شو قال له هنا؟ لا ديما اللي هكايا هو اللي يتكلم يقول له يساله يقول له اش فوقك؟ يقول له السماء يقول له اش تحتك؟ يقول له حب الكركب يقول له اهبط يا صاحبي خلينا نركب ديما انت اللي مش تتكلم ما دامك انت اللي مش تهزه انا نتكلم هو مش يهزك بلا هو اللي يتكلم هو اللي يسالك هاي برا سيدي هاي برا سيدي اش فوقك يا زيقي؟ السماء يا اسلم قول له اش تحتك؟ قول له اش تحتك؟ حب الكركب يا صاحبي خلينا نركب قيمه تو انت يا ما قلتليش تهبط يا صاحبي خلينا نركب قيمه تو انت وقت ما عرفت تهبطلو يا سليم رزينا بسم الله على خويا بسم الله على خويا اش فوقك يا سليم؟ اش فوقك؟ ها؟ اش فوقك يا سليم؟ يقولوا اش تحتك؟ ليلي يا قيس يا سليم مش فوقك يا سليم يا سليم مش فوقك يا سليم لا حول ولا قوه قول له ساعتك توا ساعتك انت توا يا سليم مش فوقك يا سليم ايش ساعتك قول له وش ساعتك ساعتك يا سليم حب الكركب حب الكركب قول له بس يا صاحبي خلينا نركب لا حول ولا قوه الا بالله احنا ما قديناش انا وياك اش قولك نخليهم لا لا والله من لا لا واحد لا لا يس خير ايش ايش يهزك هو يا رسول الله اي مره لا بوس لا لا انت لا لا انت وعم يزف والله يسر لا يا عبد العزيز والله يسر ايش ايش 70 كيلو شيء يا ودي ياسر ارضى منك يا عاد يا يوسف على كيفك والله ياسر على كيفك انا انا 73 كيلو حبه ناحيه شاشيه تخف شويه انت قدش توزن ها قدش توزن انا شاريني خص زوز وانا 73 انا زيد منك يا انا مش اربح في الناس لا انت رابح في الناس هاي مره هاي لعبوا هناك هاي سيدي بسم الله ايوه ايوه صح انا مش لا 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 خلينا نزك انا خير من بعد نزك انا راهو باهي اي اي واحد اثنين ثلاثه اجي عم شوي وانا بعزوبتي فارق الشو والهوى سارق كان عمري عشرين كان حلمك تتلاعب صحيح لكن تترايح يا زهرة السنين